ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ري الأيام البكى صار قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جواته. مثل الأيام كنا أنا وإنت، بقلبك محلي وجوا قلبي إنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ريت شو بها اختك؟ ظاهر انه جنى تقلب شرب. سام قوم جيبها ورجع على الطاولة، أحسن ما أقوم أخذها ونمشي. أوكي. شو إياد؟ هيئتا كتير غيران عليا. ما سمعت. سمعتني كتير منيح. بس لك غيران علي هالقد شو عم تعمل معي؟ جنى رجعي عادي، ديار كتير متوتر وانت وترتي كل الجو. حبيب قلبي موتر. خلص وسام ركوها تركوها، انا بتفاهم معه. خلص رجعوا انتو رامي. بس
جنى شو عم تعملي؟ ليش هيك عم تساوي؟ طلعي فيني. ليش اليوم عم تعملي كل شيء بيضايقني؟ أنا عم ضايقك؟ بالعكس، أنت لازم تشكرني. بتعرف ليه؟ لأني تركتك تاخذ راحتك. ما عشيتك! كل شيء حبيبي ما كفاية، شربين شوي بس. بس بشتان بقى سام، قوم خدتينا وروحوا يلا، رحنا عشان تعبانة وما لقدراني، ما أنا مرتاحة. يلا لا أنا ماني تعبانة أبدا، أنا كثير مبسوطة. بلا شربانة أنت، يلا لا بعدين ما رح أروح قبل ما نشوفك. تينا عم ترقص ولو جنى. خلاص انت معقول يكون معنا رقاصة بروفيشنال وتكون قاعدة مثل الختيارة؟ يلا ركلي يلا قومي رقصي يلا تينا. شو حاشيلة براسها يا جنى؟ انا ماني حاشيلة براسها شيء، بعدين اذا بدك شيء سعلها. يلا انت بتحبي الرقص راسي تينا. يلا لك خلاص، شو بك هسرتي؟ شو بك؟ شوفي ركلي تينا. انا اسف بعتذر بس شربانة شوي زيادة. يلا وساب يلا على الاوتيل. يلا انا بدي اروح مع رامي. بدك تروحي على الاوتيل معي وجهك فوق راسك. خلصنا بقى، رامي بياخذ السيارة. يلا مجد مجد اسمع مني، خلينا نرجع على الأوضة. عمك اياد قال لنا نبقى فيه. خلص زهرة، ليش خايفة؟ بعدين دق نفسي من الأوضة. اسمعي، مستحيل حدا يقرب عليكي طالما أنا معك. تعي عادي، ما تخافي. مش قصة خايفة، ما تنسى أمي بتعرف هون المحل، مش ممكن تجي تنبش علينا وتلاقينا وتاخذني بالقوة؟ مستحيل، أصلاً عمي إياد حاسب حساب هذا الشيء، مشان هيك استأجر الغرفة على اسمه هو، يعني اسمي واسمك مو موجودين هون أبداً. لكن دلك حد وما تتركني. ليكني أنا معك، ليش أنا مصدق إنه أنا وياكي قاعدين لحالنا هون دون أهالينا؟ لك تقب شي قلبه لأنا إيه؟ ولا أنا كمان. طيب خلينا نطلع على الأوضة، بس بعد عندي طلب منك. لك أنت بتأمري. إذا إنه إذا شو؟ إذا بدك يصير شي بيناتنا أنا ما عندي مشكلة، ما بدي يكون إلا لألك. ليكي زهرة، أنت بتعرفي إنه ما لازم يصير شي بيناتنا قبل ما نتزوج. بركي صار لي شي، وإذا عرفوا أهلك شو بدهم يعملوا فيكي؟ بيقتلوكي. إذا صار لك شي وبدهم يجوا ليقتلوني أنا رح أقتل حالي. كل هالقد بتحبيني؟ هالقد ما بقدر أعيش إلا معك. بتعرفي شغلة؟ اليوم وأنا طالع على الضيعة كنت على طول عم فكر إنه صح عمي إياد صار له 20 سنة مسافر، ويمكن ما شفناه وما اجتمعت فيه، بس إجا بالوقت المناسب اللي أنا وياكي محتاجين له. أولك وقتها يطلع لفوق ويدفع المهر وكل شيء بيقبلوا يجوزونا؟ أكيد رح يقبلوا، أصلاً هن راضيني لأنه أنا مو مظبط حالي، بس لما يعرفوا أنه أنا وياك مسافرين على لندن رح نعيش سوا رح ينبسطوا كتير ويفرحوا. إن شاء الله يا رب. طيب ما جعتي؟ أنه إيه؟ كتير. شو رأيك نطلب العشاء على اسم عمي إياه؟ أوكي يا. ومنه بتنزل فاتورة لعنده.
ابو سمك عايز ايه؟ انا اتخنقت مع اهلي وشرشحوني وبهدلوني. انت بتتكلم معايا عشان تحكي لي قصه حياتك ولا ايه؟ انا مش فارق معايا اي حاجه من اللي انت بتحكيها دي خالص، لا انت ولا اهلك. بعمل لك اللي بدك اياه، المهم طلع لي قرشين وفي من هالبيت الزفت. هتعمل كل اللي انا عاوزه؟ متاكد؟ كل اللي انت عاوزه يعني وعد شرف، كلام رجاله. وعد شرف بس نبيل، المبلغ اللي وعدتني فيه اول مره التقينا بديه كله. حبيبي يا ابو الفوت كده انت رجوله. شو بكي مزعوجه؟ بعدين ليه عم ترشفي هيك؟ خبريني هلا ما تجننيني. خلص ما في شيء حشمه وسر اني احكي، ما بدي اقول شيء ضايقك او يزعجك. خلص قولي شيء ضايقني؟ ليش؟ شو في؟ انا اصحاب انجع عندي لانه ما قلي جلدت العالم المهزوزين والمجنين. عم تسمع؟ جنين ومهزوزين؟ شو قصدك اختي جنى؟ شو قولك انت؟ واضح انه في شيء زعجت عملت هيك حبيبتي. شو قصدك؟ انا شو خصني بكل هالقصه؟ اصلا انا شو جبرني اقوم ارقص مع وحده سكرانه وفقده عقليتها قدام كل العالم؟ عليك وسام بليز بليز خليني بعيده عن كل هالقصه، خليني بعيده عن جنى وخطيبها وبنته لكانوا رجعوا على لندن، خليني بعيده. انا ما جلدت حدا يا عمي، انا على حالي ما قلي جلادي. ما قلي جلدت لا جنى ولا اياد ولا بنته، اوكي؟ لك شو صاير لك تينا؟ ليه عم تحكيني بهاللهجه؟ سوري بس انا كثير معصبه، انا محطوطه بموقف ولا مره بحياتي كنت محطوطه فيه. بليز خليني ارجع على البيت، وصلني على البيت وبعدين عم نحكي. جانا كانت عم بتقول لاياد انه خاين وواطح لانه كانت متضايقه وحاسه انه شو؟ انه كان عم بخونه. ايه ونحن شو خصنا؟ نحن شو خصنا انا وياك بكل هالقصه؟ إذا بتريد رجعني على البيت، يا بترجعني على البيت هلا أو بمشي من ذا المشي. لك شو بك عم تهدديني؟ ليه عم تحكيني بهالطريقة؟ لا هيدي جنة على الآخر. تعال هو. شو بك يا جنيتي؟ أنا بعرف كثير منيح أنت وجنى شو بتقصدوا، أنتوا قصدكم تهنوني، قصدكم تقولوا إنه أنا عم خون جنى مع إياد، ما فجرتوا، ما فجرتوا تهنوني، ما خلي اللي بده يهني ويشرح كرامتي، عم تسمع وسام ما خلي. روقي روقي. خلص طيب فوتي، خلص 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 فوتي، يلا يلا. ليش هيك عم تعملي؟ اتركني. شوفي ليش هيك عم تعملي؟ غريب، كنت بدي اسألك نفس السؤال، ليش انت هيك عم تعمل؟ ليش؟ شو عم بعمل؟ شوف انا بشعة شيء. لا من شيء. لا لا مالك بشعة. لا لك ليش عم بتدور على مرة غيري؟ ليه؟ انا ما عم دور على مرة غيرك. انا ما عم دور. لك انا شفتها، أنا شفتك بعيوني هون، شفتك أنت وياها بالأوتيل، شفتك أنت وياها بالأوتيل. كنت بدي أشرب عليكم نتفكم بسناني، ولكن تفو عليك، تفو عليك أنت وياها يا واطي. خلص جنى، تفو عليك جنى. خلص خلص، نحن بأوتيل. خلص نحن بأوتيل. خلص خلص ممكن ما أنا. خلص خلص. أنا وبنتك خايفين عليك، بتقلي إنك بسوريا مع بيك، أنت وياها عم تحبوا بعض. مو صح. كيف لك قال؟ لا لا ولك صح وميت صح. عم تبوسها مثل ما عم بتبوس. لا 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 مو هيك. عم بتحبها مثل ما بتحبني. كيف؟ لا ما في. كيف لك قلب؟ كيف؟
كيف تمنيت موت؟ تمنيت موت 100 مرة. لا ما تقولي هيك، ما تقولي هيك جنى. تمنيت ابع راسي من محله، تبطل فكر فيك وفيها، تبطل شوفك انت وياها كيف عم بتحبوا بعض. جنى انا بحبك، ما تقولي هيك. بس قلي شو فيها احلى مني؟ بدك ياني كون مثله؟ بصير مثله. بدك ياني اروز؟ ها بروز، بروز بلاه، بروز معه، بروز معك. ما تعملي هيك، ما تعملي هيك، انا بحبك مثل ما انت، ما تعملي هيك. لك لك ليه؟ ليه ليه؟ ليه عملت هيك ليه؟ ليه ليه؟ ليه عملت فينا هيك ليه؟ ليه؟ بس 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 غلط بس 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 اسمعي ليك، اسمعي بدي روح عند امي. ايه هلا بتنامي هون؟ لا لا بكره بنحكي على رواق. امي بكره بنحكي على رواق. بدي روح عند امي خلاص، بدي روح عند امي، بدي عند امي. طيب خلص خلص خلص، باخذك باخذك خلص. مها كنت ناطرتها هون مثل العادة، وصلت مثل المجنون وفاتت دغري على اوضتها. البنت مش منيحة يا نديم، وجهها أحمر ومشيتها مش مظبوطة. احكي معها بركي أنت بترد عليك. تينا تينا افتح الباب بيي، خلينا نطمن عليك أنا وأمك، بعدين رجعي سكر الباب على حالي. تينا بيي إذا ما رح تفتح الباب رح أغلقه. تينا تينا بيي افتح الباب. تينا افتح الباب بيي، شرفي بخلعه. تينا بيي افتح الباب. دخلك يا ماما. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، تعالوا شوفوني عم تبكي، تعالوا شوفوني منهارة ومتعوفة ومحطمة. تفضلوا. ارتحتوا؟ انبسطتوا؟ تفضلوا كل واحد على اوضته، اتركوني لوحدي بدي نام وارتاح. طاروا لبرا. شو بك حبيبتي؟ شو في؟ شو صاير معك؟ شو صاير معي؟ صاير معي اللي بيصير مع كل النسوان، صاير معي اللي صار معك تماما ماما. انا لو 100 رجال بده يحبني بدي احب الرجال اللي ما بحبني. بتعرفي ليش؟ لحتى اتعصب، لحتى اتذل، لحتى تفوتوا وتشوفوني هيك فادي اعصابي ومشلوله ومحطمه. وبتعرفي ليش كمان؟ لحتى اعمل مثلك، لحتى اروح لعند رجال وهو يروح لعند وحده غيري يحبها، مثل ما صار معك انت ماما. انت ما قلك قصتنا انا وامك. انا وامك كنا مجوزين وصلنا سنين سوا. انت بنت باول عمرك، ما في شيء بيجبرك تحب الرجال مش لإلك. بس انا بدي احب الرجال يلي ما بده ياني. بتعرفوا ليش؟ طالما بدي ياخذني بدي ابقى معه كل العمر، حبه ويحبني ونبقى مع بعض، يرجع يتركني يروح يفل ويخوني. ما بدي ما بدي ما بدي اكون مثل امي، متروكه ليل نهار مسطوطه على الكنبايه عم تاخذ منوم لحتى تقدر تنام. ما بدي. اللي اسمه اياد ما هيك؟ انا فاتي اتحمى، بتمنى لما اظهر ما الاقيكم جوا. سامحنا نديم، الله يسامحنا شو عملنا بهالبلد.
حبيبتي رح اخذك لعند امك، بس اوعيك تنسيها، ما تخبري وسام مثل ما قلت لك. خايف ايه؟ لا قلت لك مالي خايف، بس بدي اياكي تفهمي بالاول شو صار، بعدين اعملي اللي بيريحك. خلص اسكت. مجد بعرف انه الوقت كتير متأخر، وبعرف انه عندك مشاكل كتير، بس بصراحة عمي انا بالي كتير مشغول على زهرة. رح نطلع بكرة انا وياك على الضيعة؟ ايه رح نطلع بكره على الضيعة. ايه وانو ساعة بدنا نطلع؟ مجد والله ما بعرف انو ساعة. خلص انا حشوف الوقت المناسب ونطلع، لازم نطلع مشان زهرة. طيب ماشي. عمي بصراحة انا كتير ممنونك. طول عمري بحس يلي بسمعه عنك مو صح. مشان هيك كنت اتواصل معك واحكي معك، صح ما كنت ترد علي بس كنت حاول. بصراحة انا كتير بحبك. وانت بالنسبة لي شخص عظيم. تصبح على خير. وانت من اهله. في حدا برا؟ خليه يتفضل. تفضل. مش تركنا شوي لحالنا. ماشي. بالاذن. خير شو بدك؟ أنا جاي لعندك لأحكي معك بخصوص جنى. بخصوص جنى؟ بصفتك شو بالله؟ بغض النظر بصفتي شو، بس أنت لازم تعرف إنه جنى إنسان بيهمني أمره، وأنت عم تأذيها كثير. أنصحك تطلع من هون أحسن ما أطلب لك سيكيورتي يجوز يزتوك برا. إياد اسمعني منيح، جنى صارت تعرف بعلاقتكم أنت ودينا، شافتكن لما اخذت على الاوتيل لما حجزت لها غرفه، وشافتكن وانتم متعانقين، وانا كنت معها. كنت معها لحتى جاي تحكي لي قصه حياتي؟ اطلع لبرا! جنى مرتي وما بسمح لحدا يتدخل بخصوصياتها. جنى مانا مرتك. لو كانت مرتك انا ما بسمح لحالي اتدخل بخصوصيات حدا فيكن. انا انسان بعرف حدودي منيح يا محترم.
عم اقول لك اطلع لبرا. ما رح اطلع لبرا لاقول لك اللي انا جاي اقوله. بعد عن طريق جنى احسن ما يصير مشكله كبيره ويصير اللي انا وانت ما بدنا اياه يصير. كنت عم تهددني ولك؟ اوعك تمد ايدك علي اياد. ها اوعك احسن ما تشوف الوش الداري اللي انت ما بتعرفه. اياد انا بحذرك بعد عن طريق جنى ولا بتاذيها تفهم؟ واذا حابب تعرف بصفتي مين انا عم بقول هذا الكلام بصفتي الرجال اللي هي رح تكمل حياتها معه. عم اشوف في دبان، عم اشوف في قطن عم ينزل من الشجر. دل عن اول عيشه خلاص ولا الله يجيرنا من هالنهار. شايفه كوابيس يا لطيف. ها هي اول كابوس بشع تفسر. بيقولوا لكم رجال العيله معكم للساعه 4 بعد الظهر، اذا ما رجعت البنت على البيت رح تطربق الدنيا عروسكم. اي دخيل ابوكي لسه بدها تطربق اكثر ما هي مطربقه. عادي عادي اشربي فنجان قهوة وحاجة بقى معصبة ومحقونة مثل البركان يلي بده ينفجر. اشرب قهوة؟ يا انت هالقد مش حاسة فيي ولي شريفة؟ بنتي ضايعة، بنتي ببيروت مع شاب ما بعرف شو عم يعمل فيها وبتقولي لي قهوة؟ يا انت شو؟ بلا قلب؟ بلا ضمير؟ ولا قلك؟ كيف بدك تعرفي كيف بيكون قلب الام؟ ما انت ما خلفتي لتعرفي شو يعني بنتك اثنين برات البيت بالخطر. اسمعيني منيح شريفه، معكم للساعه 4 وبعد الاربعه حديث ثاني. صباحو يقبرني احلى صباح. انا مصدقه وليد الثلاثه عندي هون وبدي اعمل صبحيه معهم. شو بعد ما وعيت جنى؟ لا ما لي قلب وحياتها. انا بوعيهم. يا بنت صير عايبني بدنا نروح بعد انا وامك على سوق الخضره. اخرس روح. يا فادي يلا اخبار جانا صربت بالليل مع المحروس قوي اخذ البنت وهي بقيت بالبيت. يعني جانا دلوقتي عندكم في البيت؟ ايه هيها هون وخيي وسام كمان. طب بص بقى عايزك تركز معهم كويس قوي، تسمع كل صغيرة وكبيرة وتبلغها لي وما تفوتش، وأنا هجي لك قريب من البيت دلوقتي وأكلمك. طيب وأنت شو بدك تعمل؟ أنت مالك أنت أنا أعمل إيه؟ أنت تعمل اللي بقولك عليه وأنت ساكت، هو كل حاجة أسئلة تغريب قوي يا أخي. أعمل اللي بقولك عليه وخلاص فاهم؟ بخصوص اتفاقنا أنا وياك ما تقلقش أنا مسيطر، أهم حاجة بس لما تيجي سايب البيت كلمني عشان أبقى قريب منك. ماشي؟ ماشي.
ألو. ليش سكرتي خطك كل الليل؟ إياد بترشيك، ما بقى بدي لا أشوفك ولا تتصل فيي بقى. خلص بدي ننسى كل اللي صار، أنا مش قد هالقصة أبدا. أنت شو عم تحكي؟ أنت أكيد عم تمزحي معي. لا لا لا، مش عم بمزح معك أبدا. أنا بنت الفاني، مني رايقة، كل حياتي مشاكل، مش ناقص تزيد عليها مشكل أبدا. اللي صار امبارح قتلني، حسيت حالي وحدة شرشوحة واطية عم تخرب بيوت العالم. أنا مني هيك ولا بعمري رح كون هيك. حياتي وحياة أمي اختربت من ورا وحدة فاتت على حياة بي وخربتنا كلنا. ولك أنت مجنونة شي؟ أنا ما عاد فيني كل يوم ما أشوفك. أنا صرت مهووس فيكي، بتعرفي شو يعني مهووس فيكي؟ مش مزبوط، مش مزبوط. أنت امبارح، أنت امبارح ما كنت عم تطلع إلا فيها، ما كان بالك إلا فيها، ما كان همك إلا هي. لا أنا كنت عم حاول هدي الجو مشان ما ينفضح كل شيء قدام وسام. أنت كنت غيرانة عليها من رامي، هيك حسيت. أصلاً شفت هالشي بعيوني. اسمعني إياد، ما بقى بدي لا تحكيني ولا تجيب بنتك زينة لعندي، ولا بقى بدي أعرف شي عنك، فاهم؟ ألو. هيا نصلنا لحالنا. قولي لي شو بك يا اختي؟ شو في؟ انا لك شو بك ساكتي؟ في شيء لازم اقول لك. لك قولي لي شو في؟ صدقني لو ما مضطره ما كنت بقول لك، بس في شيء كتير مهم ولازم تعرفه. وقت اياد قال لي انه نايم بسوريا، ما كان نايم هونيك. ايه؟ بوقتها اجوا اهله وزاروني وهن خبروني هيدا الشيء. انا عرفت منه وينه ولحقته رقبته، راح على اوتيل هوني، كانت نطرته بنت اللي عم بيخوني معها. قضوا الليل للصبح. شو عم تحكي جنى؟ معقول اياد يعمل هيك؟ مع مين؟ بتعرفيها للبنت؟ كلنا بنعرفها. شو قصدك؟ المشكلة إنه المصيبة اللي صابتنا صابتنا أنا وياك. أنت أكيد غلطانة. أنا شفتها بعيوني، شفتهم بعيوني هول. قالت لك تعبانة بدي أسكر خطي حتى أرتاح، وهي قضت كل الليل معه بالاوتيل للصبح. انت وين شو عم بتقولي؟ رامي كان معي وهو شافه انتينات ونسأله. بركي كانوا عم يحكوا مع بعض. لما شافها ركض عليها وغمروا بعض، يعني اكيد في علاقه مبلشه من قبل. لو كيف من قبل؟ امتى من قبل؟ ما امبارح تعرفوا على بعض. اول شيء بدي اياك تروق، ما حدا بالدنيا بيعرف شو عم بتحس غيري. بدي اياك تروق تنعرف نفكر سوا. الجنون لا رح يفيدك ولا رح يفيدني. أنا بحبها جنى، بحبها بموت فيها، صار لي سنتين عايش كرماله، بتحملها وبحبها وبعمل كل شيء كرماله، ما بتقدر تعمل فيي هيك. وأنا صار لي 7 سنين، بتعرف شو يعني 7 سنين؟ عطيته لإياد كل شيء عم بتقول عنه وأكتر، وكل يوم بقول بكرة بنصقر، بكرة بتصير الحياة أحلى، وشو طلع لي؟ عم بيخونني. ومع مين؟ مع خطيبة خيي؟
أنا فاشي وياه، أنا فاشي. وسام 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 شو وسام وسام وين كيف جانا شو بو خيك؟ شو بو خيك يا عمي؟ والله عيلتي مجنين. هيدي آخرتنا صار. والله عيلتي مجنين. هلا بنحكي معهم نقول لهم نحن طالعين لعندهم. لا تاكل هم الموضوع. طيب ماشي. ماجد روح اطمن على زهرة. يلا. يلا يلا ايه. الو. اياد انا خبرت وسام عن علاقتك بتينا. ظهر من البيت مثل مجنون وعم بيهدد ويصرخ. لك ليش هيك عملتي؟ ليش خبرتي؟ عم تلفن لك حتى تلفن لهالشيئتك تخبرها انه وسام عرف وهي رايحه لعندها هلا. الا اوعى تفتح له الباب. اوعى تفكر اني خايف عليها ابدا. انا خايفه على خيي يعمل بحاله شيء مجنون. اوعى. ولك يا جنى ليش خبرتي؟ ليش خبرتي قبل ما تعرفي مني حقيقه الموضوع؟ ولك شو بدي افهم منك؟ شو بدي افهم منك؟ ليش انت اصلا فاهمين على حالك؟ ما انت مش عارف الله وين حاطك. ان شاء الله فكرك انا مش مشتاق عليك من الاول. بس هلا مش وقته هالحكي. سكر معي وتلفن لتينا الا اوعى تفتح له الباب. وبعدين ببقى بتفهم انا وياك يا استاذ يا محترم. شو بعد بدك؟ بدي لك شيء. جنى عرفت بعلاقتنا. شو؟ طلعت شايفتنا هداك اليوم بالأوتيل وقت كنا مع بعض، مشان هيك تصرفت بهي الطريقة بالسهرة وخبرت وسام. وهلا تلفنتي عم تقولي وسام طلع مثل المجنون بالبيت، يمكن رايح لعندك. تينا لا تفتحي له الباب ولا تشوفي لحتى اشوف انا شو بدي حل الموضوع. عم تفهمي علي؟ عم تسمعيني تينا؟ وسانا سانا عرفت بشي؟ سانا عرفت انه انا عم بخرب لك علاقتك بجنى؟ قال لي اياد زينة عرفت بشي؟ تينا هدي شوي هدي شوي. زينة ما عرفت ولا فهمانة شي ولا عرفانة شو عم بيصير. المهم انت تنتبهي على حالك. انا ما كنت بدي اذي حدا. انا حبيتك عن جد. كيف بدي اقول لك لا بس ما قدرت. قد ما حبيتك ما كان فيي اقول لك لا حبيبي. بعرف يا حبيبتي بعرف هذا الشيء. المهم هلا انت تنتبهي على حالك. اهلك بالبيت؟ صحتين. والله يا نديم مشغول بالي كثير على هالبنت. الله يسترنا. هي وصلت. كيف صرت اليوم؟ تعي حبيبتي تعي تروقي معنا. تينا قلت لك ارجعي على البيت. انا رح اغير ثيابي واجي لعندك فورا. انت ما معك سياره. خلص رامي ما تعطلهم. ظهرت من البيت هلا بلاقي 100 تاكسي هون. مسافه الطريق كون عندك. فادي شو عم تعمل هون؟ Thank you.
احكي مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الالم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك يا زماني شو بعمل باللي جواتي اسرني وحابس انفاسي شو صعب ينسى حبيبي والاصعب كمل حياتي حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت مثل الأيام قلبك كسر قلبي مثل الأيام صعب الأعمال ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الأيام كنا أنا وانت بقلبك محلي وجوه قلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحي يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي